اهلا بحضراتكم جديد. قلنا لكم في بدايه الحلقه انه بقت ظاهرا من الظواهر انه فجاه تلاقي لعيبه قدام، كل الاحترام لكل الناس سواء اللي عمل تاريخ او اللي عمل جغرافيا او اللي ملحقش لا يعمل لا تاريخ ولا جغرافيا، كل الاحترام لكل الناس، لكن ايه فكره ان انا مستدعي حد من الزمن البعيد فقط عشان يسيل للنادي الاهلي او عشان يطلع يقول حاجات لا تصدق ومسموح له؟ تمت في قناة نادي الزمالك استضافة الكابتن أكرم عبد المجيد، الراجل يتكلم على تاريخه كلاعب في البلدية واللي عمله والزمالك وانتمائه للزمالك، كل ده هو حر فيه، لكن هل مسموح انه يتقول على لاعيبة الاهلي وعلاقتهم بالحكام الى الحد اللي هتسمعوه؟ هل ده معقول؟ لما انا كنت في البلديه وبلعب وكنت بلعب ضد النادي الاهلي كان بعض لعيبه النادي الاهلي يعني كانت بتهدد الحكم يعني تقول له مش هتحكم تاني لو خسرنا الماتش، هيحصل فيك وهيحصل فيك وهيحصل فيك. والله العظيم والله العظيم قدام عينيكم عادي؟ بقول لك الحكم ما كانش بيطلع انذار؟ ما بيعملش لا ما حصلت وقع في حصلت وقع. طب قول لي وقعه دي فاكرها؟ حصلت وقع، انا يعني قلت الحكم انت ازاي ساكت، انت يعني ازاي ساكت ان بيهددك كده وانت ما بتديلوش انذار ولا بتعمل حاجه؟ قال لك ايه بقى؟ قال لي هطلعك بره. قلت له حاضر. والله العظيم والله قال لك كده هطلعك بره؟ حصل والله. قال لي والله هديك، قال لي هطردك. يعني لعيب الاهلي بيهدده فهو ما ادالوش انذار ولا حاجه، فانت لما جيت تقول له ازاي يقول لك كده فيقول لك انت هطلعك بره. قال لي هديك انذار وهطلعها هطردك وبتاع مش عارف. قلت له طب قلت له بس هقول لك على حاجه، يعني حاول تطردني كده وانا هطلع اقول اللي حصل. والله العظيم والله في المباراه والله بالظبط كده. والله فاكر اللعيب اللي قال كده؟ بس مش لا ما ينفعش. لا يعني هو شايف ان هو في نادي يستطيع من خلاله انه يهدد الحكم ويقول له مش هتحكم تاني، يعني بقوه النادي مش هتحكم. وكان ايامها إيه؟ كان ايامها كابتن خالد يعني ما كانش فيه غير يوم يعني الاهلي والزمالك بيلعبوا يوم الجمعه بس او يوم الخميس بس، فالحكم لو ما حكمش مش حدش هيعرفه بقى، محدش كان يشوف. حكم كبير طيب ولا خلاص بقى كابتن خالد؟ تقول النبي ده حاجه تضحك والله، حاجه يعني جد. ويقول له ياه يعني العظيم والله يقوم يقول له بعدين يقول له ايه؟ قال له هطردك. قال له طب اطردني وانا اطلع واتكلم. مين اللي بيهدد بقى؟ لكن انا عايز اعرف ايه الحوار ده؟ عايز يوصلنا لايه؟ يعني عايز يوصلك للجمله اللي هو قالها خالد الغندور، انه عشان ده نادي كبير فاللعيبه بتاعته محميه في النادي الكبير فهم بره القانون. هو الزمالك مش نادي كبير؟ بره القانون، فبالتالي لا يجب محاسبتهم وما ينفعش يعني حد يحاسبهم. يعني بصوا بقى، يعني معلش شوفوا تصوير الامر على انه ايه؟ انه لاعب يقول ان لعيبه الاهلي جوه المباراه هم اقوى من الحكم وبيتعمل لهم اللي ما بيتعملش لاي حد تاني. انت بتضرب في شرعيه، بس عايز انت بتضرب في شرعيه وامانه بطولات الاهلي وفوزه كمان، انه هو اعلى سلطه من الحكم في الملعب واقوى من الحكم. لا ده بيضرب في الحكم. لو عايز بقى معلش قبل ما تروح لدي بس بسرعه، نادي كبير، ما الزمالك نادي كبير، يعني هو اي نادي كبير يقدر لعيبته تقول كده؟ واذا لعيبه قالت كده الحاكم يقبلها؟ قصه يعني يا استاذ ابراهيم. طب بقول لكم ايه، قصه ممكن تتصدق او ما تتصدقش، اللي عايز يصدقها يصدقها واللي عايز يكذبها يكذبها، لكن بالصوت والصوره، بالصوت والصوره، وشوفوا ضمائركم كأي حد بيفهم في الكورة. لما لاعب يضرب لاعب بالقلم على قفاه، مين اللي يتعاقب؟ الزمالك بيلعب مع المنصورة، أحمد عبد الحكم لاعب المنصورة بينفرد بمرمى الزمالك أوفسايد، الحكم صفر، الولد يا ولده لمس الكورة بعد الصفارة، شوفوا اللي حصل له من عبد المنصف. الصوت بتاع الفيديو واضح، منصف استنى، واعتقد انه هينطرد شكله كده احمد عبد الحكم، وانذار لعبد المنصف، انذار لعبد المنصف. على طول حلوه والهجمه المرتده وفيها خطا الكره دي على طول محمد فوزي، والانطلاقه وفيها تسلل، في تسلل في اخر لحظه محمد عبد المنصف، واعتقد انه هينطرد شكله كده احمد عبد الحكم، وانذار لعبد المنصف، انذار لعبد المنصف.
الهجمه المرتده وفيها الكره دي على طول محمد فوزي ولا انطلاقه وفيها تسلل في تسلل في اخر لحظه محمد عبد المنصف واعتقد ان مين اللي محمي بقى؟ لا مش محمي بقى. انا اللقطه دي من الحاجات اللي ما تخيلتهاش عمري وعامله لي عملت لي ازعاج جامد جدا دلوقتي. ان المنظر المؤلم ان حارس مرمى يتسم بالقوه يجري ورا اللاعب اللي ياخد هذه الصفعه المتعمده يوم هو يطرد واللي ضربه ما اطردش. انت متخيل ده اتطرد يعني مسكين عشان لمس الكره؟ دي لقطه متفبركه. انتوا شايفين اللقطه والجبروت اللي بيقول لك بنهدد الحكم وبنقول للحكم ده الحكم خايف يطرد لعيب جري ورا لعيب ضربه والحكم يقول لك هيطرد طبعا. يعني لا اللعيب احتك بيه ولا اللعيب ضربه ولا اللعيب شتمه، ده كل اللي عمله زق الكره في الجول بعد صفار واتلغت. انت ايه قضيتك؟ اتلغت وخد انذار. الحكم كان مين؟ هل معلوم الحكم كان مين؟ بصرف النظر انا ما يهمنيش بقى كان مين. اللقطه دي بتجسد وبترد على كل الكلام اللي ممكن يقال، لان احنا ده مش احنا اللي بنقوله بقى، دي اللقطه دي قدام حضراتكم. حد يتخيل هذا المنظر في اي حته في العالم؟ هنشوفها تاني لانه الحقيقه بصوا شوفوها بالدهشه بتاعتها. لاعب يتم الاعتداء عليه بالضرب على القفا والحكم يطرد المعتدى عليه ويكتفي بانذار. بص اتفضلوا. يا نهار ابيض. على فكره الحكم محمد عباس هو وجب لازم أن يذكر اسمه الحقيقه، لانه لازم أن يخجل من نفسه انه شاف لاعب يعتدى عليه بهذا الشكل والمعتدي ما يطردش والمعلق يقول لك ده هيروح يطرده. وبعد كده نتكلم على الاهلي وعلى بطولات الاهلي والحكام بتحمي الاهلي ولاعيبه الاهلي بتحمي بتضغط على الحكام. انذار؟ لا والله ده بيطلع الاصفر. طب اعمل نفسك ما خدتش بالك. ده المضروب بالعنف ده والقسوه دي ياخد كارت احمر والحارس ياخد كارت اصفر؟ ده حكم؟ ايه السبب انه بيتضرب الراجل ده؟ ايه السبب؟ يعني انا مش قادر افهم. يعني انا محمد عبد المنصف طول عمري اشوفه بشكل ايه ده، لكن المره دي لا، ده يهز حاجات كتيره جدا عندي. يعني انك انت بتضرب الراجل بالوحشيه دي وبتجري وراه ليه؟ عمل لك ايه؟ دي سيبك بقى من دي. على فكره احمد عبد الحكم نفسه لاعب المنصوره وهو خارج تعرض لفعل خادش من احد اللاعبين ولم يحاسب برضه. عشان ايه؟ عشان زق الكره. لا ضرب حد ولا عور حد ولا شتم حد ولا استفاد ايه؟ يعني هو جري الراجل حطها في الجول. بس الاهلي محمي والحكام بتحمي الاهلي. احكوا بقى زي ما انتوا عايزين، خلي صور ترد عليكم. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.